بس افتحوا له طريق شوي ابعدوا يا شباب يدخل جوا الدار ايش بوت فيها جوا خلي بس مطالع سكر عندك رسالة الأسرى إنه يجب العمل على الإفراج عن جميع الأسرى. رسالة الأسرى إذا بكر الأسرى في الأسر فهناك حالات مرضية صعبة جدا ويجب العمل بجد وجدية من أجل الإفراج عنهم وإلا سيخرجوا جثث من السجون. طيب رسالة من الأسرى إلى الرئيس الفلسطيني. رسالة إنه إحنا بنعرف إنه الرئيس الفلسطيني يعمل من أجل الإفراج عن الأسرى لكن يجب العمل في شكل أكبر لأنه الأسرى في وضع صحي خطر وفي أوضاع كثيرة هناك تعانون منها. طب أهم المشاكل. أهم المشاكل المشاكل الصحية. طب يا عم والله بجد جدعان. Yeah.
يلا جريرة 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 يلا جريرة
سمير عودي عودي عودي